أدعو العدل والإحسان إلى أن يدخلوا إلى المعركة ويجيوا نتلاقاو في البرلمان ونتذكروا في القوانين التنظيمية اللي غتنظم الأبازيغية واللي غتنظم واحد العداد ديال الأمور مهمة في البرلمان. غنتذكروا علاش من أمازيغية بغاو، واش الأمازيغية اللي مكتوبة بالحروف بحال الشينوية ولا ديك الأمازيغية اللي مكتوبة تما يا راهي. ها انت سيدي، حيد حيد عفاك، حيد حيد كل نخ ان بنيو لإصلاح الديمقراطي، كل نخ ان حافظ غفز. غنقولها لكم انا اللي ما عرفتش الشلحه، اصبروا شويه. هذيك الكلمه الاخرى ما فهمتهاش السيبه، زعما كلنا سنبني الاصلاح الديمقراطي، كلنا سنحافظ. زيد السيبه كلنا سنحافظ على هويتنا. بقات خاصني كلمة وحدة، أما إلا جابوا هذاك الحروف ديال قال لك تيفينا، إلا قراهم السباها ولا بولوس بجوج بأمازيغي، والله تنقدم استقالتي من هذا الحزب. كل نخ، قولوا معايا حنا راه كلنا شلوح، المغاربه كلشي شلوح. كل نخ ان بنيو لاصلاح ديمقراطي، كل نخ ان حافظ غيفس. وهذه هي الشلحه المعقول. أما هذه الأمازيغية الأخرى، الله أعلم مالي أش باغيين، الله أعلم. ولأني عندك يسحب لهم راس الشعب المغربي هذا، كتبقى دير به اللعيبات في الأخر هو اللي كيغلبك، وأول من أول امتحان غيدوزوه هو هذا، باش من حرف بغاونا نكتبوا الأمازيغية. إلا كتبناها بالعربية معناه أنهم باغيين المعقول وباغيين يقراوها المغاربه ويتفاهموا معاها. الى صروا على الكتابه ديالها باللغه الاخرى معناهم انهم بنفسهم اعداء ديالها، وما بغاوش الامازيغيه، بغاو غير يشوشوا على العربيه.